تحية نضالية عالية لكل أستاذات وأساتذة كل ربوع الوطن من طنجة إلى القويرة، تحية نضالية عالية لكل الأمهات والآباء، تحية نضالية عالية لكل الغيورين على المدرسة العمومية والذين آثروا واختاروا الاصطفاف وراء مدرسة عمومية تحقق الإنصاف والمساواة للجميع، لكل بنات وأبناء المغاربة. إذن مطالب واضحة بسيطة لا تحتاج إلى تأويل أو شد أو جذب. نلخصها في ثلاث مطالب أساسية: أولا السحب الفوري للنظام الأساسي، ثانيا الإدماج الأساسي المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، ثالثا تحقيق عدالة أجرية إسوة بباقي موظفي القطاعات العمومية الأخرى. بالنسبة لكل التصريحات المستفزة أو الخرجات المستفزة، نعتبرها تصريحات شاردة لا تمثل الواقع، على اعتبار أن مطالبنا مطالب مشروعة لا تقبل أي مزايدة أو تأويل. تحيا الشيخ.